هل من أصول أهل السنة والجماعة التحذير من أهل البدع؟ وما التحذير من أهل البدع؟ فيحذر من لا يعرف نوايا أهل البدع، وأما من كان يعرفها فلا يحتاج إلى من يحذر منها. وعامة الناس قد يجهلون أحوال أهل البدع ويجهلون أحكام الموالاة لهم والمعاداة لهم. والبدع الخبيثة المكفرة داخلة في قول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فالبدع المكفرة محادة لله ولرسوله.